بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة لينفق دي قاف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق من ما القلقلة فين يا إيمان؟ فلينفق فلينفق من ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما شاء الله، فتح الله لك يا إيمان. وخدي بالك بقى من القلقلة، عايزين نركز شوية في القادم إن شاء الله. القلقلة عندك بس، ربنا يتقبل منك إن شاء الله.